السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل كتاب المعاصر مراجعة نهائية للصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2023 صفحة 25 إن شاء الله صفحة 26 السؤال الأول he was angry because he's based his wallet هو كان غضبان لأنه إيه فقد يعني عايز الفقد فقد الحافظة الخاصة به أنا عايز هنا because بيجي بعديها ماضي تام قبلها ماضي بسيط أو بيجي بعديها الحدث الأقدم هي يبقى كده الحدث الأقدم هنا هيبقى ماضي تام هنا had lost ماضي تام تمام had been losing كده ماضي مستمر هنا was losing كده ماضي مستمر يبقى دي مستبعدة وديت ماضي تام مستمر وهنا has been losing هنا برضو ماضي تام مستمر في مع المفرد has هنا had lost ماضي تام had been losing آخر ING verb lose لا يأتي فيها الأزمنة الاستمرارية فكده هيبقى مستبعدة وفي نفس الفكرة في has been losing مستبعدة وهنا هناخد had lost اللي هو الماضي اتم السؤال الثاني I wish I space the meeting yesterday wish لو موجودة في الجملة فيها عبارة تدل على الماضي البسيط برجع الجملة بعديها للماضي اتم تمام يبقى كده عايز ماضي تام بعد اي وش عشان في هنا كلمه يسر دي اللي هي الماضي البسيط فكده هجيب بعد وش ماضي تام هذا اتندد كده ماضي تام هاف اتندد مضارع تام مستبعده و اتند هي في زمن المضارع في المصدر we اتندد في زمن الماضي يبقى كده هاد اتند الاجابه لتر ايه بعد كده السؤال الثالث هي بيس هيز هوم ورك بيفور اي ارايفد هوم طالما في رابط هنا موجود بيسهل الجملة لأن بفور معروف بيجي بعديها ماضي بسيط وقبليها ماضي تام يبقى أنا كده عايز ماضي تام هاد زائد التصريف الثالث للفعل has already done ده مضارع تام مستبعدة had already done ماضي تام أسيبها already have already does معذرة دي كده مضارع بسيط وهنا will already do كده زمن المستقبل يبقى كده أنا يعني عايز had already done الإجابة لتر بي بعد كده السؤال الرابع باي ذا تايم اي ريتيرن هوم ايز بيز شوبينج اوريدي باي ذا تايم هي زي بيفور بعديها ماضي بسيط بعديها ماضي تام ماضي تام هاد زي الثالث للفعل هاف دون مضارع تام واز دوينج ماضي مستمر هاد دون ماضي تام و هاد بين دون ماضي تام برضو بس في المبني للمجهول بس انا عندي هنا اي هي الفاعل وي ذا شوبينج ادي المفعول يبقى كده الجمله اكتف عادي يبقى كده الماضي الماضي التام في المبني للمجهول مستبعده وناخد هاد دون في الإجابة لتر سي السؤال الخامس by the time برضو نفس الفكرة I returned home رجعت البيت كده ماضي بسيط the shopping هنا جبت المفعول في الأول فكده أصبحت ماضي تام مبني للمجهول هات بين زائد التصريف الثالث للفعل الإجابة لتر دي بعد كده السؤال السادس باي ميدنايت بحلول منتصف الليل I space unit 10 and written an essay هنا الاحظ في عندي اند اند اللي بيجي بعديها هو اللي بيجي قبليها زي بعض بالظبط هنا اند جاي بعدها التصريف الثالث للفعل التصريف الثالث للفعل يبقى انا كده عايز ازمنه هنا كده عايز زمن مركب يا اما هاد اذا تصريف ثالث بالنسبه للماضي التام او هاز في المضارع التام حضرتك الموبايل بس فصل آه هنا نقول السؤال تاني قلنا طالما في اند في الجملة يبقى اللي بعديها زي اللي قبليها هو بعد اند كده التصريف الثالث يبقى اللي قبليها برضو تصريف ثالث وده هيتحقق بوجود آه زمن زي المضارع التام او الماضي التام هنا موجود عندي هاد استاد ادي ماضي تام هاد بين استادد برضو ماضي تام بس مبني للمجهول استادد استبعدتها لانها ماضي بسيط و وز استادينج بعد آه يعني استبعدتها برضو عشان زياد ماضي مستمر مش تصريف ثالث هنا بقى التصريف الثالث عندي إما هاد استادت كده اكتيف و هاد بين دي كده باسيف مبني للمجهول، هنا عندي الأي هي فاعل ويونت 10 هي المفعول يبقى جملة اكتف عادي فاعل وفاعل ومفعول فهنا هناخد هاد استادت الإجابة لتر أي. بعد كده السؤال السابع باي ذا باي ميد نايت في بحلول منتصف الليل يونت هنا نقلت بقى المفعول اللي هنا في أول الجملة يبقى كده هتبقى مبنية المجهول في زمن الماضي التام هتبقى هات بين استادت الإجابة لتر بعد كده السؤال التامن once I سبيس as office I my email هنا once بمعنى بعد زي تساوي افتر بالظبط ويجي بعديها الماضي تام اللي هو عايز يقول بعد ما وصلت للايميل للمكتب بتاعي أنا فحصت الإيميلات الخاصة بيا أو مكان الإيميل الخاص بيا فكده انا عايز ماضي تام هاد بين ارايفد ديت ماضي تام في المبني المجهول و ارايفنج ديت محتاج قبلها اي ام اي ار عشان اجيب الفيرب اخر ان جي فدي هتبقى مستبعده ووز ارايفنج دوت ماضي مستمر محتاج حدثين حدث قاطع يبقى ماضي مستمر وده مش حدث قاطع دي ديت احداث مقوره بعضها يبقى كده برضه مستبعده وهاد ارايفد ديت مبني ديت زمن الماضي التام في المبني للمعلوم اشوف الجملة هنا عندي الاي هادي الفاعل وادز اوفيس كده حرف الجر وبعدين المكان يبقى كده هتبقى جملة اكتف عادي اللي هي فاعل وفاعل وحرف الجر يبقى كده هاد ارايفد الاجابة لتر دي يبقى هنا بعد ان وصلت الى المكتب انا فحصت الايميلات او الايميل الخاص بي السؤال التاسع after is based at the office I checked my email نفس فكرة الجملة اللي فوق هنا هاد بين arrived وهنا احنا عايزين ماضي تام had بين arrived نسيبها we arriving برضه نسيبها we was arriving ماضي مستمر نستبعدها و had arrived برضه ماضي تام نسيبها الاحظ هنا أفتر مش جاي بعديها فاعل طالما مش جاي بعديها فاعل بجيب الفعل كده اخره اي نجي وهنا برضو بيحقق الماضي التام لان هيجي في الجمله الثانيه ماضي بسيط يبقى هتبقى arriving العدم وجود فاعل السؤال العاشر وين اي returned home لما انا رجعت للبيت مام از بيس ذا كوكينج سو اي هيلبت هير وين اي ريتيرند هوم لما انا رجعت البيت مام از بيس ذا كوكينج كانت بتقوم بالطبخ يعني سو اي هيلبت هير لذلك انا ساعدتها يبقى كده ماما لسه ما زالت بي تطبخ لسه ما زالت بتطبخ فعشان كده انا ساعدتها فكده في استمراريه في الزمن هنا واز مبنيه للمجهول في الماضي البسيط تقوم سبادا واز دوينج بتدل على الاستمراريه نسيبها هاد كده ماضي تام حدث قبل حدث اخر مش موجود لانها ما زالت تطبخ وعندي هاد بين دان برضو مبنيه للمجهول في زمن الماضي التام فكده هتبقى ووز دوينج عشان ديت فيها استمرارية يبقى ماما كانت لسه بتطبخ عشان كده هختار was دوينج ماضي مستمر بعد كده السؤال ال 11 وين لما انا رجعت البيت ماما ذا كوكينج ماما برضو في هنا الطبخ سو اي سات داون تو ايت لذلك انا جلست عشان اتناول ال الاكل بتاعي آه كده يبقى انا ايه يبقى كده الزمن هي كده خلصت خلاص طب خلاص عشان كده انا جلست فهنا هتبقى ماضي تام لان يعني كده خلصت الطبخ قبل ان انا ارجع للبيت يبقى كده هتبقى ماضي تام الماضي التام عندي هنا واز دان لا ماضي بسيط وهنا واز دوينج هتبقى ماضي مستمر مستبعده had been done ماضي تام وهات هاد بين دان برضو ماضي تام بس مبني للمجهول هنا مام ادي الفاعل was كوكنج هي المفعول يبقى جمله اكتف عادي يبقى هاد الاجابه لتر سي بعد كده السؤال ال 12: Is بيس ذا انجين ذا ميكانيك وينت هوم ذا انجين اللي هو الموتور ذا ميكانيك الميكانيكي وينت هوم ذهب إلى ال المنزل الخاص به تمام هنا having بيجي بعدها تصريف ثالث يبقى هي بمعنى بعد إن هو فحص يعني الموتور هو رجع للبيت يبقى بيجي بعدها تصريف ثالث يبقى هافينج تشيك تمام Having تو تشيك بتيجي هافينج وبعدين تو وبعدين فعل في المظهر هتبقى مستبعده اتشيكد ما تجيش في اول الجمله بالطريقه ديت هافينج بين اتشيكد كده ديت نفس الفكره بتاعت هافينج بس هنا في بين يبقى كده مبنيه للمجهول هي الجمله هنا عايده على مين هي عايده على الميكانيكي ان هو رجع للبيت والميكانيكي هي فاعل فهتبقى جمله اكتف عادي هافينج تشيكد الاجابه لتر ايه بعد كده السؤال ال 13 از بيز ذا انجد وركد ويل the engine worked well the engine اللي هو المطور worked well اشتغل بشكل جيد هنا having checked تمام اتفقنا having بيجي بعدها تصريف ثلاث فنسيبها having to check ما ينفعش تيجي كده وتشيكد مش تنفع في اول الجمله وهافنج بين تشيكد كده مبنيه للمجهول هنا الاحظ ان الجمله عايده على مين المطور لان المطور هو اللي اشتغل بشكل جيد بعد تصليحه يبقى كده الجمله مبنيه للمجهول يبقى having بين checked. الاجابه لتر دي عاد الكاميرا ورجع تاني بعد كده السؤال 14 is based I left for work I had turned off the gas pipes هنا before once just after we after هنا الاحظ هنا جملة I left for work left هي التصريف الثاني من leave في الماضي البسيط واللي بيجي بعديه ماضي بسيط ثم ماضي تام هي كلمة before اللي هو اللي هو الرابط before اللي هو بمعنى قبل يبقى اللي جاي بقى letter A السؤال ال 15 اسبيس ليفنج فور ويرك اي هاد turned اوف ذا جاز هنا الفعل مضاف له ان جي يبقى انا كده عايز يا اما بي يا اما افتر ابص على الجمله الثانيه الجمله الثانيه فيها زمن الماضي التام اللي بيتحقق بيجي بعديه ماضي بسيط ثم ماضي تام هي كلمه بي فور بس هنا شلت الفعل عشان كده جبت الفعل مضاف له ان جي فهنا برضه هتبقى الاجابه بي فور الاجابه لتر اي Uh, السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال ال 16 I didn't leave for work uh, space I had turned off the gas pipes هنا didn't leave اللي هو ماضي بسيط منفي وبعديه ماضي تام يبقى انا كده احتاج الرابط until until بيجي قبليها ماضي بسيط منفي وبعديها زمن الماضي التام السؤال ال 17 I space uh, there uh, in the same until the he finally came out half an hour later هنا برضو انا جلست بصبر هو عايز يقول انا جلست بصبر او لم اجلس بصبر حتى هي جاءت حتى هي جاءت بعد نصف ساعة يبقى كده جلست ولا لم اجلس بصبر لا انا جلست بصبر يبقى كده هتبقى ماضي بسيط مثبت مش منفي برغم من وجود انتيل ان المعنى هو اللي فارق معايا انا جلست منتظرها بصبر حتى جاءت تمام يا هنا تقول ايه سات بعد كده صفحة سبعة وعشرين السؤال التمنتاشر I didn't have lunch until my father base home أنا لم أتناول الغداء حتى وصل أبي until محققة بقى هنا الرابط اللي احنا عارفينه اللي هو قبليها يبقى ماضي بسيط منفي وبعديها هيبقى ماضي تام الماضي التام موجود في الإجابة لتربيه had returned بعد كده السؤال 19 I had space gun out when my mobile rang وين موجودة وفي هنا هاد وتصريف ثالث يبقى كده ماضي تام وفي فوق وين يبقى كده انا هتكلم على او هاخد الرابط هارتلي وسكيرسلي مرتبطين مع وين يبقى كده هاخد الاجابة لتر سي اي و بي سؤال عشرين I had space gun out then my mobile rang طالما هنا في زين وهنا ماضي تام يبقى انا كده هختار no sooner لانها مرتبطة بزان السؤال 21 اي سبيس هاد سبيس مفيش اي أيوة حاجه هي سبيس هاد اي جون اوت وين ماي موبايل رانج هنا هاد هنا قدمت الفعل المساعد هاد على الفاعل اللي هو اي ثم التصريف الثالث للفعل آه تمام وبعد كده اوت وين ماي موبايل رانج لما الموبايل بتاعي آه هنا ران يبقى كده هتبقى ايه هتبقى هاردلي عشان في هنا وين يبقى هاردلي الاجابه ده السؤال وعشرين I had gone out my mobile ring هنا I had gone out كده ماضي تام my mobile ring كده ماضي بسيط دي كده يجي قبلها افتر اللي لتر بي السؤال وعشرين I had gone home SBS وبعد كده full stop I took a shower واخذت استحمام او استحميت يعني افتر تن... منفعش تيجي لان جاي بعدها ماضي بسيط هتبقى مستبعدة بيفور بيجي بعدها ماضي بسيط بس بتيجي في وسط الجملة ما يكونش فيه فول ستوب فيش نقطة فبرضه في هتبقى مستبعدة هنا افتر ذات وبيفور ذات افتر ذات هي بتبقى بتساوي بي يبقى بيجي بعدها ماضي بسيط وبحط فول ستوب عادي يبقى كده دي هتبقى افتر ذات الإجابة لترسيخ آه بعد كده السؤال 24 I took a shower I had gone home هنا I took a shower I had gone home هنا I had gone home دي برضو ماضي تام بس في قبلها برضو فول ستوب عندي هنا after بتيجي اه بعديها ماضي تام بس هي ما بيجيش آه ما بيجيش يعني بتيجي رابط بين جملتين ما بيجيش بعديها full stop ف after تبقى مستبعدة before ما بيجيش بعديها ماضي تام تبقى مستبعدة after that آه بعد ذلك احنا قلنا after that كده بتساوي before وكده يبقى بيجي بعدها ماضي بسيط مش ماضي تام هيبقى مستبعدة برضه يبقى دي هتبقى before that عشان جاي بعديها ماضي تام السؤال 25 after I shut the door بعد ما اغلقت الباب of the car I noticed لاحظت that the keys is based left in بعد ما قفلت الباب ادي حدث انا نوتست انا لاحظت كده ادي برضو حدث تاني ان المفاتيح كانت ما زالت بالداخل كده المفاتيح ما زالت بالداخل الحدث الاقدم يبقى كده زمن هيبقى زمن الماضي التام هاف بين كده مضارع تام مستبعده هاف بين برضو مستبعده او ايفنت بين مش عارف هو كتب الاثنين زي بعض ولا ايه تمام ايه مستبعدين الاثنين زي بعض مستبعدين خلاص هاد بين كده الماضي تام ويوزد تو بي دي طبعا مستبعده اللي هي حاله يوزد اللي هي تبقى كده هاد بين لجابه لتر سي